إلى أي مدى يمكن أن نفسر أو تستطيع أن تعطينا تفسيرات مرحلة التزامن أو الوقت الذي كان يتحدث به أو يشير إليه السيد منقذ داغر بإنتاج هذه العملية؟ محور المقاومة أثناء العزاء للسيد رئيسي الله يرحمه كان كله متواجد هناك، وقد عقد اجتماع رسمي لمحور المقاومة. هل تكون هذه العمليات جزء من التعليمات التي أصدرتها إيران بضرورة معاقبة كل المصالح الأمريكية، وأن هنالك تكتيك جديد بمعاملة المصالح الأمريكية؟ يعني أنت ما مجبر أن تصدق بكلامي أو تثق بكلامي، أنا مجرد محلل. أنا أحترم كلامك بكل التفاصيل أستاذ سرمد. ما لها علاقة إيران نهائيا، وإيران للعلم بلغت الجميع بأنه خلص ماكو استهداف للمصالح الأمريكية، ولذلك أنا سألت باستفهام ولم أتهم. ما لها علاقة ذلك أني أقول لك ما لها علاقة، لكن فصائل المقاومة الإسلامية هل لا زالت تلتزم بالأوامر الإيرانية؟ نعم. سؤال. أي ربما لديهم رؤية أخرى، ربما يرون بأنه خلص هم أصحاب عقيدة وعقيدتهم تملي عليهم أنه يضربون الكيان الصهيوني أو يضربون القواعد العراقية اللي تتواجد بها قوات التحالف الدولي وعلى رأس أمريكا. لكن الهدنة الأخيرة الجميع اتفقوا عدم التعرض للقوات الأمريكية الموجودة، على اعتبار أن هنالك مباحثات عراقية أمريكية ثنائية من أجل تحويل العمل بين قوات التحالف الدولي والعراق إلى علاقات ثنائية عسكرية أمنية أو غير شيء، وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي. الجميع ربما هنالك من رفض ذلك، خليني أوضح لك، ربما هنالك من رفض ذلك، قال لا احنا اصحاب عقيدة واحنا ما معقولة انه نسكت على ما يجري في غزة، وهذا حق طبيعي، واني ما اسكت وانت ما تسكت ودكتور منقذ ما يسكت كلنا ما نسكت. لكن قالوا خلص ربما اذا استهدفتوا اسرائيل، اليوم اسرائيل معترضة صارخ كروز، يعني هذا مين جاي؟ اعتيادي جاي من الاراضي العراقية والسورية واليمنية، زين. فلذلك قالوا خلص لكن لا تضربون القوات الامريكية داخل العراق. وهذا كلام واضح. عندما تم اعتراض معين على هذا تدخلت جهات عليا جدا في إيران وقالوا لهم خلص إلى هنا توقفوا، أكو هدنة وموجودة هاي الهدنة. لكن المفاجئ هاي العودة إلى ضرب، يعني ما أعرف ما هي الفكرة من ضرب هذه الأماكن. هذه الفكرة ممكن أن أقول لك إياها، خب أني أفضل أرجع أضرب القوات الأمريكية بالقواعد أحسن ما أضرب الناس المدنيين، ها؟ أي أنت جاي تضرب الناس المدنيين وبعدين منو راح يجي يستثمر ومنو راح يطب لك بعد؟ منو راح يدخل لك؟ راح أناقشك على كلمة ربما، وأنه إيران أبلغت بتعليماتها بعدم التصعيد للمصالح الأمريكية لأنه هنالك مفاوضات، وباعتقادك أنه ربما هنالك فصيل رفض هاي الربما، وهذا الفصيل إذا خرج عن الخط الإيراني. الحكومة الآن لديها أريحية بأن تقوم ضد هذا الذي خرج عن التوجيهات الإيرانية خدمة لإيران وخدمة للواقع العراقي، وأستغل ربما وأشيلهم بليلة ربما. ربما يحصل، يعني هي بس استاذ نجم، اولا انت يعني لا تاخذ كلامي كتصريح، اني مسموعاتي مثل مسموعاتك. شلون اناقشك؟ الهدنه وقالوا خلص قالوا لا تضربون المصالح الامريكيه في العراق، وهذا ايضا السوداني طلبه. يا اخي الله يخليك، يعني رئيس وزرائك قاعد بامريكا يسوي اتفاقيات ويطوع 20 طائره هديه بيل ومنا انت تضربهم؟ مو حتى هاي ما ترهم يعني هو عقدك مال بيل 21 طائره، زين، بين 412 407 415 و405، 20 منهم هديه بفلوسهم، زين. هسه ما يخالف، والعقود هذه
وورا أربعة أيام دز عليهم رئيس الوزراء هنا ببغداد على كل اللي قاعدة وسوى اتفاقيات. تعالوا وين وصلتوا؟ يعني اتفاقيات ماشية، أكو محطات مركبة في مدينة الصدر، وأكو محطات مركبة في كركوك، وكثير من المشاريع. طيب هسا أنت شلون تشتغل وياهم وتقصفهم منها؟ مو هي هاي مشكلة. يعني أنت تعال هاي المعادلة شلون تحلها؟ أنا وياك ترى أمريكا وإسرائيل هم على خط واحد، ونعرف كل زين هذا الموضوع. لكن أنت أكو أمور من نتكلمها يا أما نتهم بالجبن، يا أما نتهم بالخوف، يا أما شنو نتهم بالخوف شنو بالجبن؟ بابا أمريكا تدزلك 10 مليارات بالسنة زين، وفلوسك وتعاقداتك كلها عن طريق البنك الفيدرالي. شوية 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 فكروا بهالموضوع. واحنا اصلا كل ميزانيتنا راح الموظفين يعني اعطيني مجال يعني اذا انقطع علينا المي من البزايز هاي كلها تقعد لا راتب ولا، وتعرفون الشغله احنا ما نريد نحكي وبعدين تاخذ علينا يعني نقاط معينه.